السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمود ربيع. النهاردة هنعرفكم طريقة سهلة جدا لتسميد النباتات الداخلية والخارجية وفوائد كتيرة وعظيمة لقشر البيض. طبعا قشر البيض ده بنسمد به التربة والنباتات، ليه؟ طبعا هو بيتكون فيه كربونات الكالسيوم وفيه البوتاسيوم وفيه الفوسفور وفيه الصوديوم، طبعا فيه حاجات كتير جدا، وهنعرفكم ونوريكم النهارده الطريقه سهله جدا. طبعا البيض، قشر البيض ده موجود في كل مكان في الوطن العربي، في كل بيت، بدل ما نرميه نستفاد به للنباتات، وهي طريقه سهله جدا وبسيطه. في كمان حاجه ان هو بيحافظ، لو انت حضرتك عندك قواقع او موجود عندك حشرات في التربه، تحط له قشر البيض هيقضي عليها خالص، وده من الفوائد بتاعته كمان. طبعا ده قشر البيض اهو زي ما انتم شايفين حضراتكم، كمية طبعا كبيرة. طبعا ده يكون مسلوق او يكون معمول، طبعا احنا هنا زي ما تكون بالشكل ده زي ما انتم شايفين حضراتكم. ده بنعمله في الخلاط او بحتة قطعة حديدة كده ونكسره، بس نكسره خالص او يعني نفرمه خالص زي ما انتم شايفين، بسيط جدا وحاجة بتفيد النباتات جدا وسهلة. وهنوريكم كمان ازاي التسميد وكام الكمية. طبعا ده بيساعد النباتات على النمو، بيساعدها على التزهير، وبيساعد التربة كمان، حلوة جدا جدا للتربة زي ما انتم شايفين. احنا عملنا برطمان اهو، بس اهم حاجة لما نكسر قشر البيض خالص نطحنه. لو عندنا، لو موجود عندك خلاط اطحنه بالخلاط، ما عندكش خلاط زي ما انتم شايفين. طبعا ليه فوائد كتير جدا للنباتات. ده ممكن نضيف عليه حاجات تاني، ممكن نضيف عليه تفل القهوه، وممكن نضيف عليه الشاي اللي هو برضه تفل الشاي، وممكن نضيف عليه قشر الموز. طبعا ده لو انت ما عندكش، لو انت طبعا عايز سريع، لو انت عايز تعمله خالص اهو عندنا برضه تستخدم في طحنه اهو، نهرسهم خالص، نطحنهم، نخلوهم ناعمين جدا، لان لازم يكون في التربه كده، وده بيفيد النباتات. طب ده بيتعمل كل كام يوم للنباتات؟ بيتعمل كل شهر بنعمله مره، بيكون ناعم زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. يا ريت كل الفيديوهات بتعجب حضراتكم. ما تنساش لو اول مره تشوف القناه اشترك وفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، واي سؤال سجله في كومنت تحت. ايوه زي ما انتم شايفين لازم نكسره خالص خالص، نطحنه، ولو عندنا خلاط يكون احسن وافضل يريحنا على طول. طبعا اهو زي ما انتم شايفين، طبعا ده ناعم، هنعبي ده منه. ادي عملنا، طبعا عملنا برطمان. هنوريكم طريقة ازاي احنا نحط قشر البيض عليه. طبعا لو عندنا تفل قهوة، عندنا تفل شاي نحط برضو عليه، عندنا قشر موز نحط عليه. طبعا دي النباتات اللي هتحتاج تسميد. طبعا ده الورد الجوري، بنجيب معلقة بنحط حوالين النبات. الوضع الأساسي الصح هي حوالين النبات. طب ده بيستخدم في الداخل وفي النباتات الخارجية ولا الداخلية؟ بيستخدم في الاتنين. طبعا ده لو عندك قواقع بيقضي عليها خالص وبيفيد النبات، لان هو بيحتوي على ثلاث عناصر مهمين، هي كربونات الصوديوم الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور، وده ثلاث حاجات اللي هم موجودين في الان بي كي اللي احنا طبعا ده طبيعي. طبعا احنا نزود ما فيش مشكله، وطبعا بنمسك كده بالتربه بنلفها بالتربه. يا ريت تكون الفيديوهات بتعجب حضراتكم، ما تنساش تشترك لو ما اشتركتش، وفعل جرس لو عجبك الفيديو. طريقة سهلة جدا وبسيطة، يا ريت كلنا نجربها وكلنا ننفذها زي ما انتم شايفين حضراتكم اهو، بس ما نحطش عند الجذور احسن، يعني الجدر تحت خالص كده زي ما انتم شايفين، وبنقلب بها التربة، ونقدر ان احنا نعمل بيها كذا كمية. لو كترنا ما فيش مشكلة، ما هيضرش النبات زي ما انتم شايفين كده، وبنعمل نبات. طبعا دي خلصناها اهي،
زي بتكون زي كده طبعا. دي بتفيد على التزهير، وبتفيد النباتات على النمو، وبتفيد على تسريع النباتات. في طريقة احنا هننزلها ان شاء الله، طريقة تاني تسريع طبعا. لو عندك انت برضو، عندك لو عندك موزة، قشر موز وتقطعه وتحطه يوم في المية وبعد كده تسقي بيه النبات، دي برضو طريقة. في لو انت عندك تفلة قهوة او تفل شاي برضو تحطه في النباتات، بيفيدها جدا جدا جدا. يا ريت تكون الفيديوهات بتاعك وحضراتكم. ما تنساش لو ما اشتركتش اشترك بعد اذنك، وفعل الجرس، ولو عجبك اي لو اي سؤال سجله في كومنت تحت. زي ما انتم شايفين حضراتكم بكل النباتات بالجمال ده، وان هي بتظهر على طول وبتساعد على التزهير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.